بركة رمضان على كوندور. استفادوا من أسعار استثنائية على تشكيلة هواتف كوندور. غريف تي 5 تي 7 والبلوم ال 2 برو ابتداء من 11000 دينار. توجهوا حالا لنقاط البيع للاستفادة من العرض. مع كوندور تلقوا الهواتف بالسعر اللي يوالمكم. أتمنى لكم سهرة ممتعة. فاتوا الايام حي الكبار رجدي هانية يا اما وليدك ولد حلال وصبار من اللي رحت يا اما فاتوا الايام حي الكبار رجدي هانية يا اما وليدك ولد حلال وصبار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خالتي صغار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار وكيما وصيتيني يا اما نتهلا في خالتي صغار في دار وحدنا متنا أنا وخوتي عايشين فيها وكي رحتي شحال تعذبنا يما وكل راح يما في جهة استلغوني باللي تين عايش مقهور بهذه الكلمة من اللي رحت يا أما فاتوا ليام حي الكبار رقدي هانية يا أما وليدك ولد حلال وصبار برقه عمي جاب البرقه برقه عمي جاب البرقه برقه مرزاق صالح عمي جاب الله يخليك عاوني الله يحفظك خونا راني نحوس على واحد اسمه انور عبد الله قالوا لي يسكن هنا في الدار هذا الدار من اللي يسكننا هنا وهي مبلغ مالك خالد شا صار ماكش باغي تصالح مع مرتك علي راه جيب الصغار يشوفهم بوهم خلي ولدي يقعد معايا كي قابلة تمدي الود لسليمة يعني مقلقة وقتاش تفرح هنا على بالك الحاجة هذه حاجة ماشي بيدي وحدي ما تخافيش أنا ندبر راسي غادي نفرحك أو ماكش تشوف خويا لا ما شفتكش ما كان والو شبيك وش كاين؟ تريكو تاع ولدي هذا قلع انت شارك تسنى
يا معلم وانا شرام دخلني ضمن لك عاقل نهار اللي جيتني وقلت لي براني نخدم عند روحي وانا قلت لك يوسف غادي يضعف علي ما يهمكش خلي يوسف علي ولا راني غالط لا لا ماكش غالط نيشان نيشان هاي شوف الحل معاه بعيد علي مانيش قاعد اللعب الزر بتاعك فهم واه واه صح سامحني فهمت حاجة أنا يوسف إن عليك باش تدخل وهران بصح ما ملاش عليك باش تخدم فيها وراني سير باللي على باله باللي علي الطبال خدام عندك على باله لو كان يجي في طريقي بروح قدام المعلم الكبير وذات من قبل له لا أنا لحتى واحد أي ما في المكان لا تزيد تروح الوهران السفر كحسبه سهل انت ندبر ورسالنا معها وخلاص مالك خلعتني يا ابن عمي خاصني زوج كواره راسي باغي طرطق ما عنديش دركا صح عيط واحد من تواك يجيب لي صوالحي اسمع روح ترقد وغدوه فوت لي القهوه شنو اللي هدي غدوه راني نقول لك دروك صح داكوري روح دوك نبعث لك واحد من تواي صح عطيني دراهم نعطيك دراهم هيا هاك ها زيدني شو نزيدك مالك علي زيدني انت صامت هاك يلا صح نقول سيد بالك يطول علي مشي مشي راح درك وشك علي راح راح مرزاق ما نوصيكش على خوتك كنت الكبير حبيبي تهلا فيهم راهم أمانة عندك زينو شفتها شكرا شفت منا زينو صح صح شفت منا بصح ما رانيش عاقل مانيش عاقل وين شفتها صح صح راني نقولك شفتها كاع شفتها شفتها زينو شفت منا كاع شفتها كبيتها بني مرزاق شي قلت لي بلي بلا باينه بلي شفت وجهها من قبل لا لا شفتها وهي كبيره كاع وانا كبير راني شايفها
شايفها في كاش بلاصه بصح مانيش عاقل وشفتها. صح مرزاق، يعني تفكر احكي لي قد طفيت الضوء تخيل نركض. مالكي من اللي جينا من الارجنتين مشي نورمال؟ شكاين؟ انا اللي ماشي نورمال؟ واه شوف يا سي زينو، اللي ماشي نورمال كي رديتني خاينه وتشك فيا. انا نيتي صافيه بصح لي حوس يعفس لي على كرامتي ولا شرفي نجيفه ما يامنش عقله. مشي قلت لك اني غلط وطلبت تسمح منك، ولا راكي باين نطلب منك سماح قدام الحومه؟ اي نديرها ونزيد نسلم لك على راسك. تسلم لي على راسي؟ ما نسلم لك على راسك، تخربيش كاع في شعري. قولي تنرفا كاع هكا، صح حمبو قولي لي، شندير باش نحيا الشنوفة، ياه؟ شوف زينو، بيناتنا اتفاق، دير لي شراني باغية، نتزوجو، سينو نقعدو جوارين ما بيناتنا غير الخير، فهمت خويا؟ صلاة على النبي، السلام عليكم. إي، أقراي. راشدة؟ أنا؟ أنا ما تزيش راح تقرأ ها؟ يسمون رابيع. رابيع؟ اسمك شباب؟ سلام سلام، باي باي. رضا راسك اللي في عقلي على بالك. غتنسى رضا وتعطيني بالك؟ وخاصني دراهم انا. ارام دراهم في بلاصه مديش راك باغي. لا مش نهضر دراهم تاع المصروف. خاصني دراهم تاع بصح. فوالا شحال خاصك؟ شنو بغيت دير بيهم؟ باغي نحل حانوت كوسميتيك الليله. علاك تضحك؟ راك من نيتك. واه من نيتي وجامي كنت سيريو هكذا. اي نبغيها، باغي نتزوج معاها. دروكك على بالك بلي مش خوتنا، يا لا ما نتزوجش معاها. تزوج بيها مبروك عليك، ودراهم العرس والدار عليا مليحة هكا. سيارة شاطة الحانوت قبل العرس. حانوت قبل العرس. هي راه باغيتك انت ولا راه باغيه الحانوت؟ كيف ما فهمتش؟ زين حل عينيك مليح، ليلا ما تبغيكش راهي باغيه حانوت وهي على بالها بلي شابة وتعجب اي واحد. لا مرزاق ما تهضرش عليها هكا. هادي ما قلت عليها والو، على بال بلي فحله وب 100 راجل تما تبغيكش. ودي قالت لي اني قابله بيك، مالك؟ راه قابله بيك بشروط، واللي يبغي يتزوج بيك بلا شروط وتعيش معاك على الحلوه والمره. ودي راني فاهمها، هي زعما باغي تبدل حياتها وكاع، على حرام الواحد يخمم في لافينير تاعه؟ ما قلتش بلي حرام انايا، بصح انا هاد الزواج يبان لي بلي زواج تاع انتيري تاع مصلحه، ماشي زواج تاع لي سنتيمو كيما تراك طايح فيها اللوف. مزاقك باغي تهبلني؟ في الاول ما كنتش قابل بها، كنت حاسبها خوتنا. ايوا دروك باغي تفهمني بلي هي ما تبغينيش؟ تبين سقسيك وجاوبني. واه
كون واحد نقولو يشيلها حالو، نقولو اسيدي علي علي مول القهوة يشيلها لحالو، تقبل بيه ولا ما تقبلش بيه؟ علي محال يديها مرتها ما تقبلش. خلينا معلي، أي واحد يجي، أي واحد يجي يشيلها حالو، تقبل بيه ولا ما تقبلش؟ زعما كاين واحد في الحومة يقدر يشري لها حانوت في سونتر فيل؟ تما انت ماكش باغي تفهم، انت راسك خشين. أي باغي نفهم حاجة واحدة، تعطيني دراهم ولا لا؟ كيكونوا عندنا دراهم قيس حانوت، اديهم حلال عليك. تسمى حنا نخدموا خدمة يدخلنا الحبس، هيولي ندوهم راحوا. راك تاكل، راك تشرب، راك نخرجوا نسهروا كل يوم. حبس كاع حد صوالح، لايم وشي حانوت ليلة وتزوجها الله يسهل. راك تزعق مرزاق. راك عارف حانوت في السونتر فيج على يدير؟ فعشاك باغيني ندير. بغيك تلقى لنا حل معيشة تاع الهم اللي انا عايشينها. تقول نلقى لك حل. صاحبك هذاك عنده جديد؟ هذا ذاك راه مشنف. بصح على بالي كي تكون كاينه كاش خدمه ولا الغالي. انا غادي نروح. هاي طولت ما تقلقش عليا. خلي تليفونك شاعل وكنعيط لك رفد. شخص ماشي تقعد معايا شويه؟ لا ما بقيتش عندي شغل. حقا اش هدرت فيها بحكايه الشوفير؟ ما كانش شوفير، يسين هو يعود يدري صباح اللي يكون من تحت تجي تخرجي الغيله ربع ساعه يكون عندك. صح، بغيت نسجل في لوطو ايكول هكا نولي سوق وحدي. سجلتي قدام خطره وخسرتي. هالخطره غادي نربح. ما غاديش تسجلي وما غاديش ديري برمي. علاش خالد؟ نساء الاخرين تسوق الوطا خير من مرتك؟ يمكن نساء الاخرين ما يديروش السحور لرجالهم. قلت لك ما نعاودش. واه كيما قلتي لي الخطره الاولى. راس ولادي ما نعاودها. لا شوفي من التالي مانيش داير فيك كونفيونس، ديريها في بالك. الخرجة بلا ياسين ما كانش، الخرجة وحدك ما كانش. راني فهمتك خالد. صح نقد نخرج في تاكسي؟ خاسي وتشوفي. ممكن نحتاج ياسين، كي غادي ندير كي يكون معاك في الخدمة؟ ما كانش ياسين ما غاديش تخرجي، المرأة اللي تدير سحور راجلها قادرة تدير كلش. صحيح؟ عندك حاجة أخرى تقصي عليها؟ خالد شو كاين ثاني؟ سيدي ادخل شوية على بكري اليوم. علاه؟ كيفاش علاش؟ نسيت شراها باغي الحاجة؟ وهذا الوضع غادي يجيب دعاوي؟ هي ساعة خالتي زوليخا، شوفي الوقت اللي يساعدك قولي لي ونجي عندك. أي خلاص راني تاكل عليك ولدي، ماذا بك تبقى بيناتنا؟ هو ما كان له تقول له. شكون؟ رضا. ما نقولهاش ما نقولهاش. أي صح ربي يحفظك. ساعة خالتي زوليخا. أي حلو. رضي عطشان وفرش ديما عطشان. أي حلو. كارتيكا كارتيكا يا حلو عمي فرج احتاجك نهضر معك معليش. ما بارد؟ لا 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 خليك على بالي بلي تسمح فيا وعلى بالي تفهم كلش. خايف مني؟ لا راك خايف خاطر كل ما نهضر معك تهرب تلعبها ما تفهمش فيا. غادي نهضر معاك وغادي تجاوبني. سلام. شكون؟ مدام سليمة مرحبا بك نورتينا الصالون. يسلمك الله يخليك صحيتي. كي راكي؟ لاباس الحمد لله. والحاجة كي راها؟ صافا الحمد لله. هيا تفضلي راكي باغية نخدم لك شعرك؟ نو نو صحيتي سعقتك في واحد السوجي. أيا بصح
اتفضلي نجيب لك حاجه تشربيها. لا والله صحيتي نشبعانه ما تقيش روحك غير من عند السعدي. نو 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 والله صحيتي. شوفي صحقتك في خدمه على العين والراس. انت غير قولي. انا بس خاصني خدامه. شوفي ما عندهاش حاجه كبيره في الدار. بون كاين لا ماشينا لافي وما هي اللي طيب حاجه. دير حاجه خفيفه ونتهلا فيها. لا تبغي نعطيها حتى يومين في السيمانه. اما لك عاد كيما هاك هنبلع الحانوت ونجي نخدم عندكم وخلاص. سالي براني غير نزعق معاك واش بيك؟ صح نتكل عليك دبري لي. وعلاش ما تشوفيش هذاك البيرو تاع الخدامه اللي جاي عن الطريق الكبيره؟ غادي يجيبوا لك 10 ماشي غير وحده. نو نو هذوك ما فيهمش الامان. هو يعني انا صح صح سمعت بلي كاع البنات اللي جاوا يخدموا عندك كرهوا. كيفاه؟ حوالو. نو درك انا خاصني وحده نكون عارفها هما يعرفوني وكاع كي فاهمه. لا ما ماشي حاجه سهله. عندك الصح. جمعي مدام سليمه اقعدي. عندك الصح يعني ما تقدريش تدخلي نيمبورت كي لدارك. اه وي شاركي باغيتني نقول لك انا دروك ما كان حتى وحده راها في بالي. بصح نعاهدك نسقسي لك ونقول لك. هيا صح ربي خليك. شوفي دوك سمحي لي انا نروح. ما درت لك والو. خليني نخدم لك شعرك. لا ميرسي صحيتي خدمتها صباح صحيت. والله ما راكي خارجه من حتى نخدم لك شعرك. باغيه تزرع فيني هتجمعيها قعدي. نرجعك كي الورده ونستيكيك اليوم. على بالي باللي صالون تاعي ماشي كيما اللي مول فات روحي لهم. بصح العمده على يدين حبيبتي. جمعي وطلقي روحك. هيا هاي وخليني ندبر راسي وخاطيك الشي. شا قلتي نديرو شينيون؟ نو نو ديري لي اونجولي. ايا صحه اونجولي يجيك غايه غادي تشوفي يجيك علامه. هذه حكايتنا عمي فرج. عندنا اخونا بصح مانيش عاقل عليه. بصح عندنا اختنا راني عاقل عليها غايه. وعلى بالي بلي هنا في حومه الباهيه. الباهيه هكا اسمها راه قاعد في راسي. كليش سمعتها البارح. مش عارف تسمع فيا تفهم فيا ولا لا. عييت عمي فرج والله لا عييت. مني باغي نعرف باغي نعرف كل شيء على عائلتي. باغي نعرف شكون حطنا في دار يتامى. باغي نعرف لحنا ولاد حلال ولا راني حاسس بلي تعال بالي بكلش وتقدر تعاوني. عاوني عمي فرج. يا حلو فرج لي ما عاد شاهد. يا حلو فرج لي ما عاد شاهد. حقا قولي لي مدام مليكة مازال هنا في الباهية ولا راحت للجزائر؟ مدام مليكة مشي كانت صاحبتك ما تخرج من عندك من الصالون؟ يا حسرة هذيك زمان دروك ولات ما تعرف حتى واحد نسات كل شيء. وعلى هلا تجي عليها ولات كنت الحاجة عايشة ومرت ولدها سي بور سا ما ولاتش تقيم ولاد الحومة. انت غير كيفها مخلوعة والدراهم يبدلوك. نريمان ماشي كاسيون تاع الدراهم كاسيون تاع القيمه والشان. ولا شا قالوا مدام سليمه؟ عندي كاسيون تاع تربيه. زعما كي ولات مرت خونا ولات هكا قادر من غدوه خالد خويا يطلقها دبر على روحها وين تروح. يا حوجي طلقها علاش مدام سليمه راه بيناتهم 10 وراهي مت ولاده ديرهم فوق ريسانا. جيت نقول لك مدام سليمه راكي عارفه ناس تهدر. المره اللي فاتت كي جات مدام مليكه هنا كانت مدابسه مع راجلها هكا سمعت زعما تصالحوا. وي صالحتهم ماما ساي. ايا هكا خير. هي الحق الحق خالتي عايشه مره مليحه وتخاف ربي في بنات الناس. سمحوا لي ليلى كليون تاعي تحوس عليك. صح راني جايه. ما هي صحاك مدام سليمه سلمي لي على حاجه عايشه بزاف بزاف. الله يسلمك صحيتي نريمان من بعد نولي. واه هاني نقرا لك ما تطوليش. شعرك تيلمون لي غاد بزاف ما بغاش يشد فيه الاونجولي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل ولدي تفضل. ارواحي ليلى.
شكاين دليله خاطي زولي خاقت لي بلي عندك هضره معايا مرسق تعال خطبتني الرضا وحشم باجي هضر معاك رسلني انا باش نعرف رايك قبل ما يرسل ما بس انا بغيت نعرف رايك انت الاول رضا اخويا وصاحبي كون على بالي بلي ما يستاهلكش ما نجيش كاع نجبدلك على هاد السوجي رضا انسان زوالي بصح خدام وعلى بالك بلي يبغيك وما شايف حتى وحده من غيرك في الحومه وانا على بالي بلي رضا يهنيك ويفرحك فرحني مرزق قبلت زعما ما على بالكش تا هيك قلبي انا معامل اذا كان واحد راه هضر عليك راكي متفاهمه مع واحد قولي لي على قلبك قاصح كاع كيما هاك شو درت لك انا جامي حسيت هذا شي كاين قولي فهمني هاد ليستوا شوالا سمعيني مليح حنا كي سكننا هنا في الحومه خالتي زولي خحلتنا دارها وعملتنا كيما ولادها انا من تم دايرك كنتي ولي لك كيما خواتاتي ونخاف عليكم كيما نخاف على زين خويا اذا كان هضرتي قلقاتك سمحي لي ما نسيتش كاع جبدلك على هاد السوجي يا سلام عليك غادي تزوجي رضا ولا غير باش ما تزعفش غادي نتزوجها رضا ناس ملاح وما يساعدني باش ما نبعدش عليكم مالكي هبلتي ولا جاه لا ما تتزوجيش غير باه ما تبعديش علينا لا ماكش باغي رضا واحد ما يسيفو عليك مازلتي صغيرة بنتي ألف واحد يتمنى نصيف على روحي ما والو مصلي حسبتها وفهمت باللي رضا يساعدني في كل شيء ولد حلال ماله شخصة خدام سمعتها مليحة في الحومة ولا راني غلطة هاك ولدي بسم الله يا الله لا ماما ناكلش علاش يا وليدي ماش في خاطري وراني زعفان شويه باين راك زعفان خاطر مشاك وحدك لكون جيت متزوج حنبوكم ما تعيش الزواج زواج راسي دريتيه لي بالزواج بزاف وراك رايحه وليدي وين ماما رودي دوك نروح القهوه ومن بعد ربي يجيك الخير هاك داير شنوفة على عايتي له على بالي بلاك زعفان مني عليها عايت لك باش نفهمك تفهميني ياك فهمتيني مليح عشان تزيدي تفهميني رضا ما كاش لي ما تغلطش انت ما غلطتيش انت بغيتي مرزاق وهادشي قلوب صح انا قلت لك نبغي مرزاق بصح مي خممت مع راسي فهمت بلي مرا يلقى لها واحد كيما نتايا شاريها شوف راني قلت لك وما عندي على نكذب عليك بايت امن امن ماكش بايت امن خويا دبر راسك نوصلك ما تراهيش واحد خير. صباح الخير حضرة جينا ندوز السلعة علاه واش كاين ما على بالكش علاش
على خاطرش راكي تخدمي بلا رخصة. نخدم غير رخصة على غير أنا؟ هم كامل اللي يخدموا بلا رخصة جات عليا أنا؟ يا أنا بلا رخصة بتحقرونا؟ حاجة كاع السلعة نتاعها بيريمي. أنا سلعتي بيريمي؟ جامي هادي صرات. هاي لا قدامك فيري فيها. أشحال من مشتريات داروا بيك شكاوي راهم عندنا. شكون هادو؟ الناس مواطنين جاو شراو عليكم السلعة. ما كاش منها ما كاش منها. أيا أيا رفدوا عليا السلعة. لا 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 هدرت. لا 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 استلغوني باللي تي
مش مقهور بهذه الكلمة. من اللي رحت يا أمو فاتوا لي أم حين كبار الرقدي هان يا أمام وليدك ولد حنان وصبار. تمنى لكم سهرة ممتعة. بركة رمضان على كوندور. استفادوا من أسعار استثنائية على تشكيلة هواتف كوندور. غريف تي 5 تي 7 والبلوم ال دو برو ابتداء من 11000 دينار. توجهوا حالا لنقاط البيع للاستفادة من العرض. مع كوندور تلقوا الهواتف بالسعر اللي يوالمكم.